حياكم الله. أعادت هجمة بروكسل الأسبوع الماضي التهديد الإرهابي العالمي إلى الواجهة. الهجمات التي استهدفت مطار زفنتم ومحطة القطار قطار الأنفاق أوقعت أكثر من 30 قتيلا وأزيد من 270 جريحا في عمليات مفاجئة بعد أيام قليلة على اعتقال صلاح عبد السلام المتهم الأول في هجمات باريس. وقد أثارت هجمات بروكسل موجة من الرعب في عموم البلاد وشكلت صدمة لأوروبا والعالم، وذلك بالنظر إلى حساسية المواقع الحيوية التي كانت مسرحا لعمليات التفجير، وكذا لرمزية البلد الذي يعد قلب أوروبا النابض ومقر حلف الناتو. وتطرح هذه الهجمات التي ضربت قلب العاصمة الأوروبية بروكسل ومقر حلف الناتو أسئلة عديدة تهم مستوى اليقظة الأمنية والأسباب التي تقف خلف انجرار بعض الشباب المهمش وراء الدعاية البراقة للتنظيمات الإرهابية. فعلى المستوى الأمني يدفع تنفيذ تفجيرات بقنابل وأحزمة ناسفة في فضاء الإركاب في مطار دولي ببروكسل، وكذا تفجير مقطورة لقطار الأنفاق يدفع إلى التساؤل عن صرامة الإجراءات الأمنية للمواقع الحيوية وفعاليتها في بلد يشكل هدفا للإرهاب. كما أن استغراق أجهزة الأمن البلجيكية مدة 4 أشهر للوصول للمتهم الأول في هجمات باريس والذي كان متحصنا في حيه الفقير مولنبيك يثير فضول المحللين عن الأسباب التي منعت الأمن البلجيكي من الوصول إلى صلاح عبد السلام في مدة معقولة. بصفة عامة تطرح هذه الهجمات وقبلها اعتداءات باريس التي أوقعت شهر نوفمبر الماضي 130 قتيلا أسئلة ملحة على فعالية المنظومة الأمنية الأوروبية، بما يشير إلى وجود نواقص وثغرات. وتتعزز هذه الفرضية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن تركيا كانت قد رحلت أحد منفذي هجمات بروكسل الأخيرة مرتين العام الماضي وهو إبراهيم البكراوي إلى الاتحاد الأوروبي، وأن السلطات البلجيكية تجاهلت تحذيرا من أنقرة حسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن للبكراوي صلات بالإرهاب، ما يدفع مجددا إلى التساؤل حول حجم اليقظة والمتابعة المطبقة على الأشخاص المسجلين على قوائم المتشددين لدى الأجهزة الأمنية في أوروبا. من جانب آخر تشير تقارير إلى أن أحزمة الفقر في أحياء المهاجرين كما هي الحال بالنسبة لحي مولنبيك في بروكسل يجعل بعض البلجيكيين عرضة للانسياق وراء التنظيمات الإرهابية. وفي هذا السياق كان خافيير سولانا الممثل السابق للسياسة الخارجية الأوروبية والأمن قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أن الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين عرضة لإغراءات المنظمات الإرهابية، ذلك أن المواطنة الأوروبية لم تترجم حسبه إلى اندماج اجتماعي واقتصادي حقيقي، داعيا إلى الذهاب أبعد من مجرد الدفاع عن حرية التعبير وتعزيز التعاون الأمني وصولا إلى معالجة التهميش وتجنب المواجهات الثقافية والقمع.